مرحبا بكم، سعيدة بلقياكم. فيديو اليوم كما شاهدتم في العنوان حريق مهول يأتي على هكتارات من محصول القمح ببني ملال. شب حريق وصف بالمهول في مساحات شاسعة من محصول القمح عصر يوم أمس السبت بضواحي أزواير دائرة ولاد يعيش إقليم بني ملال. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة أن الحريق الذي لا تعرف أسبابه الحقيقية أتى على عدة هكتارات من الحبوب من نوع القمح بالزواير، ويجهل أن حريقا مفاجئا تجهل أسبابها لحد الآن. وأوضحت المصادر أن ارتفاع درجات الحرارة يوم السبت وسرعة الرياح ساهم في خطورة الحريق، وحاول شباب وسكان منطقة أزواير التدخل بإمكانياتهم البسيطة لإخماد الحريق وإيقافه في حدود مساحات محدودة من الحبوب، إلا أن قوة الحريق وغياب وسائل لوجستيكية ناجعة لم يساعد على السيطرة على الحريق بشكل متحكم فيه قبل أن تتدخل شاحنة تابعة للوقاية المدنية تدخلت وحاولت السيطرة على الحريق الكبير. وقد باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالمنطقة بحثا وتحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، وعرفت منطقة البراهمة بجماعة الغنميين بإقليم برشيد في نفس اليوم حريقا مشابها خلف احتراق أزيد من 20 هكتار من الحبوب.